متابعينا مباشرة في هذه التغطية الخاصة من الكويت، وجلسة نقاشية وعفوية اخترناها مع مجموعة من الشباب الكويتي والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي. تتابعون حوارنا هذا عبر منصات سكاي نيوز عربية، أيضا عبر فيسبوك وتويتر. سأرحب بضيوفي، وربما أبدأ مع ضيفتي هند الناهد. طبعا أنت مؤثرة ومستشارة وأيضا رئيسة نادي الإعلام الاجتماعي العالمي، لكن هنا في الكويت. أهلا بك. أيضا دكتور، أنت لا تحب الألقاب، سنقول محمد نبيل الصفي. أنت طبيب وأيضا مؤثر كويتي، ومعروف بأنك اكتسبت ربما شهرة عبر إنستغرام، وأيضا أنت الفائز عن فئة الصحة في قمة التواصل الاجتماعي في دبي مؤخرا. أهلا بك. إلى جانبك طبعا يوسف نعمة، أيضا أنت من المؤثرين والمدربين، ومعروف بأنك مؤثر بمجال الإدارة والإبداع. أهلا بك. سلوركس أو صاحب قناة سلوركس على يوتيوب كما أنت معروف. أحمد بعركي يوتيوبر ومدون تقني ويصف نفسه بالجيك، سنصل إلى ذلك بعد قليل. أهلا بك أحمد. أخيرا وليس آخرا، عمر العثمان، وجه واسم إعلامي كويتي شاب معروف، وأيضا يعرف عنك بأنك تحب الاستكشاف والسفر والتدوين، ولديك متابعين عبر إنستغرام وسناب شات، ولم تتوقف عن سناب شات منذ البداية. أهلا بك عمر، ينعاد عليكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. دعوني، اسمحوا لي أبدأ مع هند. أنت معروفة أيضا عبر سناب شات ومؤثرة بسناب شات. اليوم أعتقد بمناسبة العيد الوطني، اليوم هو كويت لايف، صحيح؟ صح، عندنا كويت لايف. أول شيء حياكم الله ونورتوا الكويت، وحيا الله سكاي بالكويت، مكانكم وبلدكم الثاني. شكرا لك. للأمانة سناب شات بالكويت يعني يمكن إحنا شغلة نتنفسها ومثل الماي، ويمكن من التطبيقات اللي حست ان في تحدي اللي هي الواتساب اللي احنا متعودين عليه، فسوى التحديث الجديد نفس سناب شات وانستغرام ستوريز اللي هو واتساب ستيتس. فيمكن هذه احد الاشياء اللي تخلينا على طول نبي نتفاعل ونبي نسوي تغطيات حق الناس اللي قاعد تشوفنا ورا التليفون. تمام. هند، انت استغليتي سناب شات، استغليتي قدراتك في التواصل ايضا لتحوليها عبر منصات التواصل الاجتماعي لمهنه. إينا. لاسم لربما اسم معروف وهو هند الناهد. كيف حولتي مهاراتك عبر هذه المنصات لمهنة ثابتة؟ بكل بساطة أنا شفت أن السوق واعد وفي حاجة كبيرة إنزين للتوعية في البداية، فبلشت أنا فيها توعية يمكن أكثر شيء، لأن لما نتوعين المستخدم على تطبيق أو على تحديث معين أو تمكنينه من استخدامه حسب شخصيته، يمكن أنا الشغف مالي واضح إنزين يمكن من أيام الكوميونيكيشن أو العلاقات العامة، فالشخصية والمهارة إذا كانت عندك توظفينها بوسائل مثل هذه الوسائل تفاعلية، الناتج يكون وايد حلو، ومو غلط إن الواحد يسويها مهنة. وكانت من الناس يعني الناس هي اللي لزمت إنه يصير في موضوع استشارة وتوعية على مستوى يمكن شوية أكثر بروفيشنال. واضح أنه نجحت معك الفكرة، ربما من سناب شات أيضا إلى عمر، لأنك أيضا من الأشخاص المعروف عنهم نشاطك المكثف. كيف استغليت حبك للسفر والتدوين والاستكشاف وحولته أيضا إلى فكرة معينة عبر إنستغرام وإلى مهنة؟ نعم، في البداية مشكورين على هذه الاستضافة. أنتوا سكاي بالكويت مو بس بالعادة الوطنية، في كل وقت أنتوا في الكويت. شكرا. ومتميزين حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا عمر. وتصور تويت which is وايد زين. اليوم شغلي في البداية وحبي لموضوع الانترتينمنت كان بدأ في تلفزيون الوطن، كان عندي برنامج وحولت الشغف هذا إلى مواقع التواصل الاجتماعي في طريقة البلاتفورمز الموجودة. اليوم سقف يمكن مواقع التواصل الاجتماعي أكبر ويعتمد عليك كشخص، أنت المالكة الحقيقية لهذا الأكاونت، فتقدرين تسوين اللي أنت تشوفينه مناسب. اليوم حاجة السوق اللي أشوفها مثل ما تفضلت الزميلة هند للانترتينمنت في هذا المجال مهم. في ناس متخصصين، في دكاترة قاعد يتكلمون بتفاصيل وايد مهمة، في ناس يتكلمون بالسياسة، لكن أيضا جانب الانترتينمنت وايد مهم في حياتنا، سواء كنا في الكويت أو كنا لما نسافر شلون نسافر.
فموضوع تحويل هذا الموضوع لشغف اصلا انا احبه، وشلون طريقه انك تقدمه للناس بطريقه كويتيه او خليجيه، جدا شفته مقبول عند الناس، خصوصا الواحد لما يتكلم بلغه الشارع ما يتكلم كأنه هو افهم من الشارع، فيكون وايد قريب من الناس. فكان سهل ان انا اخذ القبول ولله الحمد من المتابعين في موقع التواصل. تمام، انت يعني اعتمدت اسلوب بسيط ربما يتحدث مع الشباب الكويتي المتابعين. ربما انتقل الى محمد، لانه ايضا اسلوبك لا يختلف كثيرا عن عمر، لكن انت بما انك تحدثت عن الاطباء دخلت مجال الصحة ومزجته مع الانستغرام لتصل إلى هنا، ما السر ربما؟ ماذا اكتشفت؟ بالنسبة لي أنا أعتقد أنا اللي سويته أسهل واحد فيهم كلهم. لماذا؟ لأن أنا جزء من وظيفتي التوعية. يعني أنا لما رحت درست ويعني تخرجنا كان دراستنا تعتمد على ثلاث أمور أساسية، العلاج والتوعية والوقاية. فالتوعية جزء من وظيفتي يعني، واللي خلاني أتوجه للسوشيال ميديا هو عدم قدرتي على 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 على, على قولتهم الانطلاق في التوعية في وزارة الصحة. فحسيت إن لا، إن أنا أحتاج إني أسوي التوعية هذه في مجال ثاني، خصوصاً إني قضيت فترة كبيرة برا الكويت بين أمريكا وألمانيا وبريطانيا ومصر وهذا، فشفت اسلوب الحياه اللي قاعد يعيشونه هناك، واكتشفت ان اسلوب حياتنا في الكويت او في الخليج بشكل عام خلينا نقول اقل شيء ما ينقال عنه انه غلط، اسلوب حياه غير صحيح من الناحيه الصحيه. فبالنسبه لي انا كان الموضوع سهل، مجرد اني انقل الشغلات اللي انا تعلمتها في السوشيال ميديا. بس التشالنج اللي كان موجود عندي، التحدي الكبير اللي كان عندي، انه شلون احول المعلومات هذه الصعبه، المعلومات الطبيه، المعلومات اللي مثل ما قلنا تكون عميقه جدا باسلوب بسيط. الخطة كانت موجودة عندي من زمان، وحاولت أني أدرس أو أخذ دورات مهارات تواصل. فكنت أخذ دورات مهارة تواصل أيام الجامعة، حتى لما رجعت الكويت أخذت دورات مهارة تواصل علشان أقدر أوصل المعلومة هذه بطريقة مبسطة حق الناس. أخذ دورة عند يوسف؟ لا، إن شاء الله الجاي عند يوسف. إن شاء الله. يوسف، بما أنك تكلمت عن يعني كلكم تقولون تتفقون بأنه الموضوع سهل، لكن لكل مبتدئ ليس سهل أبداً. يوسف، كيف تدرب المبتدئين على الانطلاق بهذه المهمة؟ أبداً ليست سهلة رغم كل ما تقولون. أول شيء أحييكم، أحيي حضوركم في ديرتكم. موضوع التدريب هو جاي من موضوع التعلم learning، مو موضوع التعليم، يختلف في اختلاف أساسي. التعلم شيء يفيدنا بحياتنا، يعني اليوم في دراسات ثابتة أن الناس اللي كملوا دراستهم الجامعية ويدشوا في الجانب العملي، الاستفادة القصوى من جانب الدراسة 10%. ما اقتنعوا بالدراسة، درسوها مرة ثانية 2%. جانب الدراسة الجامعية وما يطبق في الحياة اكتشفوا أن الشيء فيه فاصل كبير. صحيح. اللي هي قضية الليرنينج اللي يطلع منها جانب التدريب. أنا اتجهت لجانب التدريب كوني بديت في جانب تجارة مع أخوي في صناعة العطور، واكتشفت أن أنا أحتاج كثير من المهارات، وشفت أن عندي عيوب وعندي نقاط قوة ركزت فيها. عندي جانب القراءة، أنا أعشق القراءة. عندي جانب التبسيط والبحث، فوظفتها في تويتر في الدورات، حيث أن الناس كلها ما عندها استعداد أنها تقرأ أو تبحث أو تسرج أو تحول على قولتهم النو واي إلى النو هاو، الجانب التنظيري إلى جانب التطبيقي. فمع نشاط السوشيال ميديا شفت أنها فرصة أني أوصل معلومات والأدوات التدريبية، لأن اليوم إحنا نعيش في عالم التدريب والمعرفة تتضاعف كل 6 شهور، وبالخبراء يقولون أن خلال السنوات القليلة القادمة المعرفة ستتضاعف بالأيام وليست بالشهور. فهذا اللي شدني إلى جانب التدريب، أن أكون يعني سبب أو هي وسيلة أني أنهض دولة في العالم العربي، أساعد الناس، هي وسيلة للعطاء. تمام، يوسف تحدثت عن تحويل معلومات معقدة إلى مبسطة تصل ربما إلى العامة. تحدي كبير لك أنت أحمد في تحويل معلومات تقنية ربما معقدة لأشخاص ربما ليسوا متخصصين، كيف تقوم بذلك عبر قناتك على يوتيوب؟ على قول الله أكبر، صح، هو وايد في معلومات تكون معقدة، عشان تبسطها تحتاج ان انت تستخدم الشيء، يمكن مثلا بالذات بالتقنيه، علشان انت تقدر تبسطها حق الناس. انا عن نفسي اليوم اللي بلشت اصور فيه ما كنت ادري ان اصلا انا راح ابلش فيه. ننتظر بس انتهاء الاذان طبعا. شو. جسر وصل على تاوي.
الضيف. It's not hygienic, I know. Yeah, you can. Okay. Do I kill him? Then I got him. إذن شكرا لكم. نستكمل هذا الحوار مع مجموعة من المؤثرين الكويتيين. كنا نتحدث مع أحمد بعركي مؤسس قناة سلوركس على يوتيوب عن تحدياتك في تحويل معلومات معقدة لحلقات يتابعها الملايين. صح، هي المعلومات عادة التقنية تكون ممكن معقدة، عشان تبسطها لازم فعليا تجرب الشغلة. وأنا اليوم اللي نزلت فيه أصلا فيديو باليوتيوب، لما قعدت من النوم الصبح ما كنت أدري أني بسوي فيديو، أذكر رجعت بالليل. كيف يعني؟ يعني ما قعدت من النوم ومسوي جدول ومخطط وكذي. يعني اليوم اللي صورت فيه أول فيديو الصبح ما كنت أدري إني بصور فيديو أصلاً. بديت بالليل أذكر البيت، وكان قبلها كنت في الجامعة قاعد أدرس أنا ماجستير الحمد لله. وفي ناس وايد كانت قاعدة تسألني عن التليفون اللي عندي، فلما قاعد أتكلم شفت الناس وايد كانت مهتمة، فقلت خل أسوي فيديو وأشوف شو يصير. سويت فيديو نت، قعدت ثاني يوم 1000 مشاهدة، 100 سبسكرايبر، فحسيت أوكي. في يوم واحد؟ يوم واحد الحمد لله. فعقب يمكن شهر ونص تقريبا، مشاريهم لا الحمد لله، عقب يمكن شهر ونص تقريبا وصلت 10000 سبسكرايبر. فحسيت اوكي خلينا ناخذ الموضوع جد شوي، وبلشت اسوي فيديوهات اتكلم بطريقه مبسطه عن كولكشن تليفونات انا اوريدي كان عندي، وهذا اللي بلش التقنيه معي اصلا. تمام. بما انه عمر يعني معروف عنك انك مشاغب، وتحدثت عن ما اذا كانت مشاهداته مدفوعه ولا لا، في دراسه تقول بانه مقابل كل دولار واحد يتم إنفاقها على حملات من شركات الإعلانات، المعدل العائد لهؤلاء المؤثرين هو 11 دولار. وأكثر القطاعات التي تجني أموال هي قطاعات الصحة والتكنولوجيا. أوكي عمر، أنت بما أنه لديك حساب إنستغرام أكثر من 100,000 متابع، هنا يدخل موضوع الإعلانات والشركات، ما رأيك بهذا الموضوع؟ هل يؤذيك كمؤثر أن تقوم أو تدخل بهذه المرحلة؟ أتوقع بعد المعلومة اللي قلتيها راح يغير طريق، راح توجه إلى الصحة الحين. والله شوفه، يعني أنا أتوقع لو الموضوع مثل إحنا نقولها بالعامية الأفورة الموجودة بتسعيرة البوستات أو بطريقة الفلوس، كان ما اضطرينا نقعد بالشمس ساعة ونص علشان يعني غير صحيح 100% في جانب من الصحة، لكن مو بالأسعار اللي قاعد تطلع اليوم أو الكلام اللي قاعد يصير. في تعب، أنا مستعد، وقلت في يوم من الأيام في يمكن صدف إن تزاملت مع أختي هند في رحلة إلى أمريكا، وكان لنا زيارات لفيسبوك وتويتر، وكان كنا لما نقعد نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت أو في دول الخليج، كانوا يستغربون شو المرحلة اللي احنا واصلين لها من يعني المعرفة، من التعامل، ومن طريقة استخدام الهاشتاج والأسعار والكوميونيكيشن اللي موجودة هنا. كانوا متوقعين ان احنا وايد اقل من هذا المستوى، لدرجة ان في تويتر لما قعدنا اول ميتنج كانوا يقولون لو ندري ان انتوا اللي جايين بهذه الفهمية كان غيرنا طريقة البرزنتيشن الموجود. فاليوم الموضوع
ما هو بسيط. الأسعار صحيحة وفي ناس وايد سوت خير من مواقع التواصل الاجتماعي وعاشت على تضحك أنت وتقول ذلك. لا لا في ناس طلعت من دواماتها وكانت دواماتها ممتازة وتخصصاتها راقية لكن هدت دوامها ودوامها صار تويتر أكاونت ولا إنستغرام أكاونت أو يوتيوب شانل ويمكن في أسماء معروفة سواء بالكويت أو حتى بالإمارات أو السعودية. لكن هل الموضوع سهل؟ لا نهائيا نهائيا مو سهل. وايد صعب وايد وايد صعب الموضوع. مثل ما قال يعني أنت عادك يكون عندك دوام من الصبح تقعد تداوم وترد العصر ومعاشك وايد زين ومكان وايد راقي وتلاحظ إن في مثلاً اهتمام أكثر من صوب السوشيال ميديا والناس تتطلب منك وقت أكثر فتحتاجها 8 ساعات الصبح تحتاجها 9 ساعات الصبح وبنفس الوقت شلون أوفر لك أنا محتوى وما عندي مدخول يعني هذا شيء وايد الناس صح. للأسف يعني إحنا عندنا الجمهور العربي وايد يسأل أنت شاري هالشيء منو قاعد يسفرك منو قاعد يدفع لك منو ما أعرف إيش أنا بسوي شلون أسوي عشان يبيش حق المادة مثلاً مو داش عشان يعني طب ماذا كيف توضح لنا انت يعني في مجال اليوتيوب اكثر مجال يقال بانه يتم ضخ الاعلانات فيه بدرجه انه لدرجه بانه الكثير من الشباب العربي يستقيل من وظائفه للاعتناء بهذه القناه التي تدر له مدخولا ثابت صح وغلط بنفس الوقت لان اذا انا بعتمد على مدخول يوتيوب يمكن يعني سوري على الكلمة ما أقدر أشتري عشاء أو حفاضات حق غير ثابت إيه يعني إن المبلغ وايد قليل اللي أنت ممكن دخله من الإعلانات مالت يوتيوب بس وين المدخول يصير إن مثلا تحصل رعاية أو تحصل مدخول ثابت من ناحية يعني أنا بالنسبة لي يوتيوب product placement هو number one revenue stream بالنسبة لي يعني عندما يعني تطلب منك الشركات إن الشركة مثلا يعني أنا لاحظت إن مثلا أنا هذا اللي صار معي إن أصور الفيديو في المكان غرفتي مثلا فبالباك جراوند في شغله معينه اوت اوف فوكس على سبيل المثال ناس وايد تقرا بتعليقات شنو هالشيء فصار في مثل فضول فالشركه تتصل فيك تقول لك ممكن تحط هالشغله وراك ونعطيك مبلغ معين وما لازم حتى يمكن تتكلم عن هالشغله بس انها تكون موجوده وراك فهذا يكون نمبر 1 يعني بالنسبه لي انا على الاقل انه ريفينيو ستريم مالي بس ان يوتيوب نفسه من ناحيه المونتايزيشن والادفيرتس اللي تي منها ما يطلع شيء اي ومدخول ليس ثابت هكذا نسمع بالضبط. محمد بما انه القطاع الصحي يقال انه من اكثر القطاعات اللي فيها عائد صح ام خطا واكثر ربما عرض جاء لك ما كانت قيمته لكي تنشر بوست او صوره معينه بصراحه قول صدق قول الحوار على الهواء الحين على الهواء احنا بالشمس ما اقدر في شهود امانه اللي يقول ان القطاع الصحي ما في مدخول انا اشوف انه غلطان يعني الحمد لله رب العالمين انا اللي خلاني استقيل من الحكومه راتب ثابت وهذا واروح قطاع خاص الا ان احد الاسباب انه مدخول ممتاز يعني الحمد لله رب العالمين ممتاز يعني خصوصا انا اشتغلت في قطاع خاص تقريبا صار لي سنه ونص وبعد سنه ونص استقلت من المكان اللي كنت فيه وبديت مشروعي الشخصي مع مجموعه من الدكاتره فاي انا اشوف ان القطاع الصحي يعني وخصوصا عندنا في الكويت من انشط القطاعات حاليا يعني الحين اي مكان نروح نلاقي عيادات اي مكان نروح نلاقي مستشفيات اي مكان نروح نلاقي دعايات حق القطاع الصحي بشكل عام كله من ناحيه الاعلانات انا اتني فتره صار لي فتره موقف اعلانات قررت اني اوقف اعلانات اتوقع اللي يسوون اعلانات يدرون انه عوار راس او ممكن اكتفيت انت ممكن ازعاج من اي ناحيه يعني متطلب كثيرا انه هو في عائد مالي بالنهايه بالنسبه لي انا الاعلان شويه صعب لان انا اللي خلاني اكون على قولتهم يعني معروف بالسوشيال ميديا او الناس تتابعني هي المصداقيه يعني ما في شيء ثاني انا يعني هذا راس مالي فمصداقيتي هذه لازم احرص عليها يعني حتى لما اني اتكلم عن منتج ولا شيء وايد من الشركات يجون يعرضون علي منتج اي اقول اصور فيديو اقول هذا الفيديو اللي راح انزله اقول لك لا غير هالكلمه شيل هذا اقول انا اسف انا هذا الريسيرش اللي سويته هذا البحث اللي سويته وهذه النتيجه اللي وصلت لها اذا ما عندك مشكله انزل هذا اوكي اذا في مشكله انا اسف فبعدين حسيت انه صج ازعاج وعوار راس فقررت اني اسوي شيء ثاني قررت ان اي شخص يبي اسوي له اعلان حق اي منتج يرسل لي المنتج للعياده وانا اسوي له اعلان كدعم للناس اللي الحين مبلشين مثل ما الناس دعمونا اول ما بلشنا احنا اول ما بدينا فقاعد احاول ان اسوي هالشيء مع غيري يعني توازن صعب هو بين المصداقية وبين أيضا الحاجة لدر مدخول يعني بالنهاية هو عمل المنصات التواصل الاجتماعي ليست فقط ترفيه صح هو أنا بالنسبة لي أنا عملي الأساسي طبيب أسنان
يعني هذا عملي الاساسي. السوشيال ميديا هي كانت مجرد مثل ما قالوا بلاتفورم ان انا اوصل المسج اللي عندي للناس. تمام. فانا معتمد على عملي الاساسي الى الان. تمام. هند الان عندما نتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي، انتم اشخاص تمكنتم من تحويلها لمهنه جديه، رغم انها تبدو ربما تحت خانه الترفيه لكنها تتطلب شغلا ووقتا كبيرا. هند الكثير من الاخطاء يتم ارتكابها ونتعلم منها، ربما اين اخطأتي وماذا تعلمتي في تحويلك لهذه المهنه؟ من الأمور اللي لازم ننتبه لها وايد في الأخطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما تستعجل في ردود، خاصة في تويتر، خاصة في التعليقات. يمكن إحنا مجتمع يعني مندفع لما نتصير في مثلا تعليق معين أو وجهة نظر معينة. فأنا من النصائح اللي ممكن أركز عليها إن لا تتسرع في الإجابة أو في الريتويت، حتى لو كنت يعني معجب في الكونتنت أو المحتوى نفسه أو المعلومة نفسها. الشغلة الثانية إن لا تقول كل يوم باكر أنا بسوي الفيديو، باكر أنا، يعني هذه واحدة من الأشياء يمكن اللي أنا على طول أكررها. بس مثل ما قال أحمد، هو ما له وقت محدد. إذا أنت عندك شغف وعندك معلومة وعندك محتوى فريد أو يونيك، لازم تشارك في الناس، لأن الناس اللي تعطيك المؤشر إذا أنت تكمل أو لا. والدليل أن الناس عطوا مؤشر وكمل بقناته، ويمكن ما كتم مفكر أنه هو يسوي قناة. فالجمهور وايد صعب وسائل التواصل الاجتماعي. سرعة الانتقال من ترند لترند قاعدة تصير سريعة، اللي الناس مو قادرة تلحق أن هي تركز على اللي هي مسويته ولا تنتقل الترند وتسوي عليها تيست. فراح يصير في وايد مغريات من ناحية التحديثات راح تي مع الوقت. فأنت لازم تكون استراتيجيتك واضحة وتحافظ على جمهورك، لأن الجمهور وانس أنت هديته وطلعت مثلا من سناب إلى إنزين، ما راح يأخذك بجدية إنزين، وراح يحس أن أنت بس مجرد أن أنت قاعد تجرب البلاتفورمز او الا هذه مفهوم. يعني ناخذ منك ربما نصيحتين، التروي والتخصص. والتخصص، يعني التخصص لان هذا اللي قاعد نلاحظه مواقع التواصل الاجتماعي، تخصص تخصص تخصص. صح. وهذا قاعد راح يزيد، عرفتي؟ فكل ما تخصصت كل ما صار لك جمهورك. انتقل ربما الى يوسف، نصيحة واحدة تعطيها لاكثر من يطلب هذه الدورات معك انت. انا اعطي نصيحة لنفسي ولكم، هذه النصيحة امانة يعني سمعتها من شخص هو المعلم الاول الرئيسي لي. أنا كانت عندي مشكلة أساسية في الإنجاز، يمكن كلنا تكون عندنا هالقضية، أنطر مسألة المثالية أو الكمالية البرفكشنزم هذه. فلما كلمت أستاذي قال لي شوف، أنا لما جيت أكتب البحث في الجامعة تعطلت، فرحت حق ماي بروفيسور قلت له عندي هالمشكلة، كان يقول له رايت تو جاربج ذن كلين إت، أكتب أي كلام وبعدين سنة. فإحنا خلنا ننجز من أي كلام بعدين رتب، مو شرط 100% الإنجاز، 90% زين، 80% والله زين. الناس تقدر محاولات الإنجاز والعطاء، تقدرها، ولكن إحنا نشوفها يمكن أحياناً إن لا، محاولات عدم كمالية، حرجة. الكمالية مرض، مرض في طريق الإنجاز. فنحاول، مو شرط الكمالية يا جماعة. عمر، المتابعين ربما ينتظرون نصيحة عمر العثمان. خطأ ارتكبته وتعلمت منه تنصح به الشباب اليوم الذين ينطلقون بهذه المنصات؟ قصة صارت لك. والله يعني مثل ما قال أخو يوسف، التروي مرات مشكلة. الواحد مرات يحس أن التروي هو الصحيح في إنجاز شغلات أو خطوات جديدة، لكن طول التروي، كثرة التروي مرات تطوف كثير من المسائل اللي أنت لو كنت فيرست موفر فيها بالسوق كانت رقم واحد. لكن للأسف أنا في وايد شغلات تأخرت فيها، كنت أسأل نفسي عدة أسئلة، اكتشفت إن لو ما أخذ الإجابة الأولى اللي أنا انطلقت منها كان الموضوع صحيح. لكن اليوم عندي نصيحة لنا جميعا اليوم. ما هو مهم الرتويت وانتشارك، كلش ما هو مهم. اليوم كل ما يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي يحفظ لك أو عليك، سواء كان إذا تأخذها من ناحية شرعية أو من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي. لازم تقدم كونتنت نظيف تتشرف ان انت تشوفه، او تتشرف ان تخلي عيالك يشوفونه. وليس كل شيء سريع هو المطلوب. احمد،
اليوتيوبر الآن هو يعني ربما أبرز قطاع أو أسرع قطاع ينمو في المنطقة بين صح. الشباب العربي اليوتيوب صح. نصيحة لكل يوتيوبر أو يوتيوبر عربية يعني بنت أو شاب. هو صح يوتيوب قاعد يمكن يعني أنا بالنسبة لي يوتيوب أشوفه يمكن أصعب شيء لأن الكونتنت الحق يوتيوب ممكن تسويه 15 ثانية أو ممكن تسويه ساعة هي. فعلشان أنا خليك تهتمين بالقناة تشوفين المحتوى لا وأقولك ضغطي سبسكرايب لأن في ناس وايد ممكن تشوف بس ما تسوي سبسكرايب صح. ويطلع بالسجستشن وهذا يعني أن ليش أسوي السبسكرايب موجود بالسجستشن ما لازم أسوي السبسكرايب فوايد صعب أن تخلي الشخص يهتم يضغط سبسكرايب فالمحتوى لازم يكون مثل ما قال أخوي عمر أنه لازم يكون شيء يعني أنت حاط روحك فيه نفسك فيه أنه عشان يبرز ويخلي الناس تتابعك واليوتيوب أنا بالنسبة لي يعني يمكن أزيد على الأدفايس اللي عطوه اللي كل من قاله هني أنه أول ما تبلش لازم تعرف أنت أي بلاتفورم أصلاً تبي تبلش فيه لأن لما تحدد البلاتفورم اللي تبيه راح تصنع محتوى حق هذا البلاتفورم وبعدين تخلي other platforms يكونون supporting حق البلاتفورم أنت عليه وما تكرر نفسك بكذا بلاتفورم وبعدين ما يروحون حق البلاتفورم اللي انت اساسا تبيه يعني لو انا كنت انزل لو انا انزل نفسي لأ انزل مثلا بانستغرام ولا سناب شات تقولي ليش اسوي فولو بيوتيوب خلاص اسوي فولو بس انستغرام واكتفي طب حصل معاكم هالسؤال لكلكم حصل معاكم اكيد انه في اشخاص ربما اقتدوا بكم حبوا الشغل الذي تقدموه فقلدوا قناتكم قلدوا اسلوبك ربما قلدوا نصائحك ما العمل هنا هل ما العمل انا اشوفه صراحه ان وايد إيه لان imitation is the best form of flattery لما احد يقلدني انا احس ان هذا احسن انا اشوفها من ناحيه ثانيه بالنسبه لي انا الهدف توعيه فما يفرق معي اذا انا قدمت التوعيه ولا احد غيري قدمها بالنسبه لي انا الهدف هو اني اوصل الفائده حق الناس وصلت الفائده مني انا ولا من غيري I'm happy either way فأي شخص أنا يأخذ مني معلومات حتى في ناس يقولوا لي إن أنا بنشر المعلومة عندي وراح أحط لك الكريديتيشن أقول له لا مو أنا أساس المعلومة المهم توصل معلومة مو مشكلة توصل مني من غيري من هذا دائما أقول أنا أتمنى إن أتمنى الناس تستفيد مني بس إذا ما يبي أحد يستفيد مني أتمنى إنه يستفيد أكثر من أحد ثاني بالنسبة لي أنا عادي طيب لو ربما تحدثنا قليلا عن المستقبل اليوم نرى بأن واتساب يقلد سناب شات وبفيسبوك أيضا يقلد سناب شات بالنسبة لكم هل المنصات التي تعتمدوها ستبقون فيها أو ماذا ربما تخططون للعام المقبل سريعا كل واحد منكم أنا أتوقع مثل ما تكلمنا عن موضوع الكونتنت اليوم مثل ما الدكتور عنده كونتنت ولا هند عندهم كونتنت متخصصين فيه عطيني أي بلاتفورم ما همني من صحيفة تقليدية إلى أطلع على الهواء وأتكلم بالموضوع لأني أنا مو قاعد أمثل حبي للمعلومة هي في موضوع أبي يوصل شخصياً أو يوصل عن طريق أصدقاء ما همني الموضوع فأنت ما تخاف اللي يخاف اللي مرتبط كيانه ببلاتفورم معين هني اللي هو عنده مشكلة لكن شنو بيصير بالمستقبل الشركات نفسهم مو عارفين شو بيصير بالمستقبل اذا اليوم التنافس مثل ما شفنا اليوم الواتساب صار عنده ستوري وهو موضوع بلش من سناب شات وسناب شات للحين عندهم تغييرات اليوم الشركات بينهم من بعض اتوقع بالسيليكون فالي كل واحد خاش على شغله المقدم يعني تنافس وتقليد في نفس الوقت انا وجهه نظري ان لازم تعرف مثل ما قال احمد ان لازم تعرف جمهورك وين لأن جمهورك اللي أنت متعود عليه وقاعد تستثمر في المحتوى أنه ينزل مثلاً أنا شخصياً إنستغرام لأن إنستغرام شورت فورم إنزين في صورة في الستوري سريع وفي اللايف إنزين اللايف أنا مهم عندي لأن هي فيتشر أو جزئية الحين قاعد تضيف على الأدوات اللي عندك فلا تقولي لي ليه قدام أنا يعني إنستغرام يناسبني ليش؟ لأن الشريحة اللي موجودة على إنستغرام غير الشريحة الموجودة على يوتيوب. أكيد. يوتيوب تبي تشوف أطول، السناب تبي تشوف العشر ثواني. فهو يمكن اللي إن بتوين وأنا يعني قريت مؤشرات إن إتس جونا بي التطبيق الأمثل زين من باقي التطبيقات هذا عن 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 نفسي يعني. بالنسبة لي أنا أنصح الكل خصوصاً المهتمين في جوانب قضايا التأثير. أن يعززون من مهارة التحليل prediction لأن التحليل يعطينا أحياناً الإجابات والاحتمالات الحين اللي يقول أنا عارف شنو بيصير معناته هذا إنسان يعني مخطئ بس لما تكون عندي الفرضيات أنه والله في حالة تفوق مثلاً X على Y ولا Z على Y أنا حاط الاحتمالات فهني أنا مقلل الخطر على نفسي ومو مخلي نفسي أعتمد على طريق واحد ولا على شانل واحدة
فجانب دراسة الاحتمالات والتنبؤ والتحليل هذه قضية صعب. أساسية طيب. ما تصير أثناءها تصير قبل طبعا. طب كيف تجيبون على من يقول اليوم بأنه ما تقومون به وهذه المنصات ليست بأمر جدي؟ يعني حتى اليوم هناك جهات كثيرة لا تأخذ ما تقومون به على محمل الجد، يعتبرون بأنهم شباب يقضون بعض الوقت، ينشر فيديوهات على يوتيوب، يقوم بنشر صورة على إنستغرام. كيف تجيبون بأن ما تقومون به جدي؟ والله شوفي للأمانة الجدية من عدم الجدية يرجع حق الشخص صح. بس أنا على المحتوى. الشخص أو المحتوى والمستقبل صح. بس لو ما كان يعني أنا أبتسم، يعني تقولي لي شنو رد فعل شنت أنا راح أبتسم، لأن أنت قاعدة توثقين محتوى الناس هذه راح ترجع له وتشوف وين مثلا كانت هند وشنو صارت وشنو الأسباب وشنو الوسيلة المستخدمة. الوسيلة المستخدمة هي وسيلة بسيطة غير مكلفة بس فيها جمهور هو اللي يحدد جدية المحتوى هذا اللي أنا قاعد أقدمه ولا لا ونمو الجمهور. يعني مع أنه هذا من جيل مختلف يعني من جيل مختلف بس أنا في أجيال يمكن شافتني أيام الجريدة قاعدتي تكلمني الحين لما قاعد تشوفني على اليوتيوب أو on تويتر فأنا ما يعني ما أستخسر بهالأمور هذه مع الوقت. طيب ربما نحاول أن نختم بقصة طريفة. سأحاول أن أحد الأشخاص يعني أرسل لي سؤال لأحمد، أسوأ حلقة نشرتها حتى اليوم ما هي ولماذا؟ أسوأ فشلت يعني. لا ما الحمد لله ما عندي ولا حلقة فشلت بس عندي حلقة سوت ضجة وايد كبيرة بالذات بخانة التعليقات عندي. مراجعتي حق الايفون 7 والايفون 7 بلس. انا شخصي انا يعني شخصيا رايي بالجهاز انه جهاز مو زين هو. وقلت بالفيديو انه جهاز مو زين وناس وايد زعلت ناس وايد زعلت. اوكي اسوأ صوره حد اسوأ صوره واسوأ انا مو اسوأ صوره انا سريعاً. في ناس يشوفونها سيئه بس انا بالنسبه لي هي كانت انطلاقه وايد قويه اللي هي قضيتي مع المطعم الوجبات السريعة هي اللي هي الناس يعتقدون أنها كان شيء سيء ولكن بالعكس أنا هذه أعطتني ثقة أعطتني أشياء وايد علمتني أشياء وايد التجربة هذه يعني مو بس من ناحية التوعية أنا تعلمت منها وايد فأعتقد أن هذه كانت تمام. وربما سنستكمل هذا الحوار معكم عبر منصات المختلفة. سأشكركم كنتم أكيد معنا في هذه الحلقة الشبابية الخفيفة عبر منصات كانوز عربية على السوشيال ميديا. عمر العثمان، شكرا. أحمد بوعركي، يوسف نعمي، محمد الصحفي وأكيد صفي وأكيد هند النهد. شكرا جزيلا لكم باركة. أيضا ينعاد عليكم كل عام وأنتم بخير وتستكملون أكيد تغطية كانوز عربية عبر منصات تنا على فيسبوك وتويتر وسناب شات وكل منصات التواصل الاجتماعي. نستكمل معكم أوف إير ينتهي هنا البث. يعطيكم العافية. تايمينج أون سبوت.